اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. يمكن جماهير الزمالك النهارده كلها منتظره مباراه قويه جدا للفريق الابيض امام فريق الترجي التونسي، واللي هتقام في تمام 9 مساء على استاد القاهره. فريق نادي الزمالك النهارده اكيد بيخوض المباراه وهو ما فيش قدامه غير الفوز. فريق الزمالك طبعا عايز يتخطى عقبه فريق الترجي التونسي في المباراه اليوم. فريق الزمالك كمان عنده سجل مميز جدا وحافل جدا امام الفريق الترجي التونسي خصوصا في القاهره. فريق الزمالك لعب مع فريق الترجي التونسي 5 مواجهات في القاهره، نجح ان هو يفوز في 3 مواجهات وتعادل في مواجهتين. كمان مباراه النهارده هتكون اول مباراه للمدير الفني الفرنسي باتريس كاسيرون في ولايته الثانيه للفريق طبعا بعد تولي القياده الفنيه خلفا للبرتغالي باتشيكو. عشان كده هيكون معانا دلوقتي كابتن محمد صلاح المدير الفني مدرب الزمالك السابق ونجم الزمالك السابق علشان نتكلم اكتر عن المباراه. كابتن صلاح بنرحب بحضرتك على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كابتن حضرتك شايف المباراه النهارده ازاي؟ لا من يومين احنا قلنا يعني قبل حتى التغيير كابتن باتشيكو ان الزمالك لعبته من احسن المدنيه الموجوده في مصر. وبتقدر تتعامل مع كل المواقف مش شرط انها تخسر زي الماتش اللي فات، فهي تكسب الثلاث مشاكل جايين. لقيته من النهارده ويمكن زي ما حضرتك انت قلت دلوقتي السجل ما فيهوش ولا هزيمه للزمالك حتى في القاهره ما خدتش ماتشات، وده بيدي اريحيه شويه للجماهير ان الزمالك النهارده هيكسب. وانا بقول هيكسب بمكسب كويس ان شاء الله بعد مباراه الاهلي كمان. تمام. حضرتك شايف يا كابتن ان تغيير الجهاز الفني ممكن ياثر على اللعيبه النهارده في المباراه؟ لا لا، اللعيبه دي انا بتتعامل مع الموقف، يعني مين ماسكها؟ كالترون. وانا بقول لك يمكن لويس ريفارا جاب كالترون قبل ماتش الترجي لان هو كان تعبه عالي على الترجي في الماتشين اللي فاتوا. مظبوط. بطاطين ريال جابوا فيهم السوبر دي ممكن تكون فيها الخير النهارده الزمالك يكسب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن صلاح احنا عارفين النهارده كمان ان فريق الزمالك عنده غيابات زي حازم امام وكمان حمزه المسلوسي، شايف ان الغيابات دي ممكن تاثر على الفريق؟ لا لا لا، احنا اهل العيد ماشي كويس والفرقه عندها ثبات، يعني انت بتغير واحد او اتنين بالكثير بس عندك 9 أو 10 اتعرفوا على بعض في الملعب كتير قوي، فاهمين بعض كويس، لعبوا كتير قوي مع بعض، فده سهل المعموريه بس عليهم ان هم يستغلوا كل الفرص. لان جماهير الزمالك في بعض الاوقات ما كانش عندها ثقه في اللعيبه ان هي ممكن تكسب لان بتضيع اهداف كتير، فلازم يستغلوا الفرص دي عشان يكون الملعب ان شاء الله يكون الزمالك في اول ربع ساعه جايب جول عشان الملعب يتفتح والترجي يبتعد عن الصفقات اللي هي بتاعت شمال افريقيا تضييع الوقت واللعب على التعادل. بالظبط. كابتن صلاح النهارده كمان احنا عارفين ان في عوده عبد الشافي بعد طبعا غياب طويل جدا، شايف ان هو ممكن يكون ليه دور النهارده في المباراه؟ هو ككابتن هو شيكابالا هيدي دور فعال جدا وهو عبد الشافي وحشنا ونتمنى ان يكون سليم 100% عشان لو شارك او حاجه في المباراه يؤدي كما يجب ويعود للزمالك وجماهيره زي ما كان قبل الاصابه. تمام. كابتن طبعا عايزين كده حضرتك تقول لنا من وجهه نظرك شايف ايه هي الخطه الامثل اللي هيفوت بيها النهارده كارتيرون المباراه؟ من الناحيه النفسيه لازم يكون هادين جدا ومركزين. من الناحيه الفنيه لازم يضغط على الخصم تاخد ربع ساعه او ثلث ساعه عشان زي ما قلت لحضرتك لو جبنا جول نقول كلها هتبقى اسهل من يطلع الشوط الاول 0-0. طيب شايف مين اللاعب النهارده اللي هنشوفه ان هو يصنع الفارق في مباراه زي دي؟ بن شرقي، زيزو، ان شاء الله ممكن يكون مفاجاه في الويتش مثلا او محمود علاء في حوض الاهداف. ساسي ان شاء الله يكون في مستواه، ده اللي يفرق مع الزمالك النهارده ان شاء الله. كابتن صلاح احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وبنتمنى لحضرتك التوفيق. شكرا لك. ودي كانت تغطيه عن مباراه الزمالك والترجي التونسي، اكيد نتمنى طبعا الفوز لفريق الزمالك طبعا، واكيد بنهني فريق الاهلي طبعا بعد النهارده فوزه بثلاثيه نظيفه على فريق فيتا كلوب الكونغولي، ونتمنى طبعا لفرقنا المصريه طبعا انها دايما تكون مشرفانا في بطولات دوري ابطال افريقيا. شكرا لحضراتكم.